فترة من الأي اسم محمد هنيدي عم بيتم تداوله بشكل كبير بسبب تعليقات غريبة إله على السوشيال ميديا، بالإضافة لتفاعله القريب جداً مع جمهوره بشكل كوميدي وعفوي. خلينا نشوف هالتقرير عن الوجه الآخر لهنيدي على السوشيال ميديا. محمد هنيدي ملك الكوميديا يلي امتعنا بأفلامه ومسلسلاته ويلي بس يذكر اسمه منتذكر صعيدي بالجامعة الأمريكية، يانا يا خالتي، فول الصين العظيم وغيرهم الكثير من الأعمال يلي حفرت بذاكرتنا وجعلتنا نبتسم بشكل لا إرادي بس نتذكره. لكن هنيدي ما كان شخص كوميدي بالأعمال بس، بل أيضاً بعالم السوشيال ميديا، ويلي بتابعه على صفحاته رح يتعرض لجرعة فكاهية عالية كل يوم بسبب مشاكساته مع زملائه وتعليقاته الكوميدية على كتير من الأمور. اللي بيحصل ده ولا يهمك، أنا طلعت في التلفزيون، انت شفتني كنت هايل. ألو، أنا عارف بذمتك حلو، كل العيلة شافوه، دي مامتك. أقولك إيه، موهوب بالفطرة. بآخر منشورات لإله كان بتحدى نجم أفلام الأكشن جون كلود فان دام بمواجهته بمباراة قتالية تحت سفح أهرامات الجيزة، ليتفاجأ الجمهور برد فان دام عليه ببوست كتب فيه: تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي بالشرق الأوسط، ما رأيكم جميعاً؟ هل يجب أن أقبل التحدي؟ ومن هون بلشت حرب فكاهية بين النجمين، اشترط فيها هنيدي شرط واحد بقوله: ما زلت عند كلمتي، مباراة بدون قوانين بقفص الجحيم بشرط واحد، إيديك الاثنين يبقوا مربوطين. وأكد بعد ذلك أنه حفيد جابر الشرقاوي ما بيستسلم وما بيتراجع، وعاصفة الألم قادمة فاحذر. واختتم رده بالعربية ليقول: يا رب ما يشوفهاش. وحاز التحدي على متابعة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قال فان دام: أستعد للتحدي القتالي، أليس كذلك يا سيد شرقاوي؟ بإشارة لشخصية محيي الشرقاوي اللي قدمها هنيدي بفيلم فول الصين العظيم. وليعود ويمسح بإعادة نشر لبوست سابق لهنيدي بصورة من فيلم وش إجرام معلق عليها قائلاً: لو العركة ابتدت هتزعل. وكتب عليها فان دام: كم هو مخيف السيد هنيدي. وسبق لهنيدي وأن أثار جدل بقرار اعتزاله للتمثيل واتجاهه للغناء بالأفراح الشعبية، وطلب من متابعينه عدم السخرية من قراراته الصباحية، ليتبين بعد ذلك إنه مجرد مداعبة لجمهوره. أول عصابة شكلتها كانت سنة كام؟ والله يا باشا مش فاكر، ده كلام قديم، بس تقريبا اول عصابه شكلتها يا تاني اعدادي يا تالت اعدادي، في الرينج ده. تاني اعدادي يا ابن اللعيبه، ده انت عفريت. كانت عصابه ايه يا طه؟ كنا بنخطف بنات من ثانوي. بنات؟ كنت بتعملوا فيهم ايه؟ بنرجعهم اعدادي.